السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. الغائب في الوقت الصعب يجب أن يظل غائباً للأبد. وبيبدأ فيلمنا النهاردة عن حكاية قديمة لتاجر فرنسي ثري كان بيعيش مع أولاده الستة بعد وفاة زوجته، وكان مصدر ثرائه إن عنده 3 سفن تجارية. بس في يوم وهم راجعين وعليهم البضائع الغالية بيتعرضوا لعاصفة قوية والسفن بتغرق بالبضائع اللي عليها، وبعد شهر بيفلس التاجر وكان لازم يتخلى عن بيته، وبيتم مصادرة كل ممتلكاته وممتلكات أولاده. وكانت دي فضيحة للتاجر ميرشند قدام كل أهل القرية، وكان بيستعد إنه يروح هو وأولاده يعيشوا في الريف. وكانت بيل هي أكتر واحدة بيحبها من بناته، ولما بيروح يشوفها فين لقاها واقفة قدام تمثال مامتها وبتودعها. وكانت بيل فرحانة إنها هتروح تعيش في الريف، لكن إخواتها البنات كوليت وآنا كانوا متضايقين منها، وده لأنها بالرغم من كل اللي هم فيه إلا إنها سعيدة. وبيوصل ميرشند بالحصان بتاعه وهو فرحان، وقعد مع أولاده يفرحهم إن سفينة من السفن بتوعه رست على الميناء وما غرقتش مع باقي السفن، والحمولة اللي عليها لسه موجودة، وإن خلاص هيرجعوا يعيشوا حياتهم. وبدأت كوليت وآنا يجهزوا رحلة رجوعهم، وإنهم يكتبوا قائمة بكل طلباتهم عشان باباهم يجيبها لهم. وكان واضح إن بيل مستعيدة وسابتهم وخرجت، فخرج وراها باباها وعرف إنها عايزة تقعد في الريف لمدة أطول، وقالت له إن مفيش حاجة هتتغير لما يرجعوا زي أخوهم ماكسيم اللي هيرجع يخرج مع أصحابه وإخواتها البنات اللي بيخرجوا كل يوم على أمل إنهم يلاقوا عرسان ليهم. فبدأ يفهمها إنه مش هيفضل معاها طول العمر، وإنها أكيد هتبدأ حياتها الخاصة في يوم من الأيام. وبتقطع كلامهم كوليت ومعاها أنا وهم جايين ومعاهم قايمة بالطلبات اللي عايزينها. وكان طلب بيل الوحيد إن باباها يجيب لها وردة. ولما بيروح ميرشند على البلدة يقابل دومنت المسؤول عن السفن البحرية، اكتشف إنه بيرفض يسلمه السفينة بتاعته أو حتى الحمولة اللي عليها، لأنه وقع على كمبيالات ودلوقتي السفينة وحملتها ملك الدومنت. فبيتعصب ماكسيم وبيقول لباباه إنه كان رجل ثري ومهم، لكن دلوقتي هو بيشفق عليه وبيسيبه وبيمشي. وبيروح ميرشند يدور على ماكسيم، ودخل حانة يسأل عليه، وكان وقتها بيرداكس قاعد مع عصابته وحبيبته أسترد بتقرأ له أوراق التاروت وبتقول له إن مستقبله مشرق ومليء بالذهب. ولما بيعرف النادل إن ميرشند يبقى والد ماكسيم بيطلب منه يهرب بسرعة من الباب الخلفي، بس ميرشند ما فهمش. وبعد لحظات بيلاقي بيرداكس نازل هو وعصابته، وبعد ما قدم نفسه لميرشند قال له إنه بيدور على ابنه ماكسيم من شهور لأن عليه فلوس كتير، وبدأوا يخرجوا أسلحتهم. بس النادل بيساعد ميرشند إنه يهرب، فخرج أخد حصانه وهرب فوراً من المكان، لكن في طريقه بتتكسر رجل الحصان ومش بيقدر يكمل الطريق، واضطر ميرشند يكمل على رجله لحد ما بيشوف ضوء من بعيد، فقرب منه لكن بيقع من على منحدر. وبعد ما قام بيلاقي نفسه قدام قصر غريب، فدخل وبدأ يندأ على أصحاب القصر ويعرفهم إنه تايه، بس محدش رد عليه. فكمل استكشافه للقصر وبيلاقي قدامه كل أنواع المأكولات والفواكه، فقعد ياكل وبيلاحظ إن في مخلوقات غريبة بتراقبه. ولما كمل استكشاف للقصر بيلاقي صندوق مجوهرات وفساتين، فخرج قائمة طلبات بناته، بيلاقي كل اللي طلبوه موجود في الصندوق ما عدا الوردة اللي طلبتها بيل. وبيلاقي ميرشند حصانه داخل من باب القصر بعد ما شخص مجهول عالج رجله المكسورة، فقرر ياخد الصندوق اللي لقاه وخرج هو وحصانه وقف قدام شجرة عملاقة عشان ياخد وردة لبنته بيل، لكن بيلاقي مخلوق بيهجم عليه وقال له إنه أخد هدايتك فيه وإن الوردة اللي كان بيسرقها هي أغلى حاجة عنده. فقال له ميرشند إنه كان هيدي الوردة لبنته، فسمح له ياخد الوردة وحصانه وعلمه إزاي يقدر يتواصل مع الحصان، وقال له إنه لازم يرجع له تاني وإلا هيقتل كل أولاده، وطلب منه ما ينساش إن الوردة مقابل حياته. وبيختفي المخلوق الغريب، ولما بيقوم ميرشند كان ابنه بيدور عليه. ولما بيرجعوا قعد ميرشند يحكي لهم قصة الوردة والوحش وإنه لازم يرجع للوحش بعد ساعات وإلا هيقتلهم. وبعد ما بتطلع الشمس قررت بيل إنها تاخد الحصان وتروح لوحدها للوحش وتقايد حياتها بحياة باباها. ولما بتوصل للغابة دخلت بحصانها اللي كان عارف مكان القصر، وبتدخل بيل القصر وبتلاقي فستان ومجوهرات والماء السحري اللي بيشي من الجروح. وبعد ما بتلبس الفستان ظهر لها الوحش، فعرفته على نفسها وإنها جاية تقايد حياتها بحياة باباها، فطلب منها تقعد وتاكل عشان تستعيد قوتها، لكنها بترفض وبتقول له لو الموت مصيرها فيستحسن يكون دلوقتي. فبيعجب الوحش بشجاعتها وقرب منها وبدأ يحذرها من الهروب من القلعة. ولما بتشوف بيل انعكاس صورة الوحش في الكاس اللي قدامها بتخاف من شكله المخيف. ولما بترجع أوضتها كانت مخلوقات التدومي اللي بتسكن القصر بتراقبها. ولما بتنام بيل بتحلم إنها واقفة قدام مراية سحرية، وإن الناحية التانية من المراية موجودة في قصر الأمير اللي كان بيحب اصطياد أنثى الظبي وبيخرج مع مجموعة كبيرة من الكلاب تساعده في الصيد. وكانت الأميرة متضايقة لأن زوجها بيخرج بالأيام يدور على أنثى الظبي،
فقال لها إنه ممكن ما يخرجش يصطاد تاني في حالة واحدة، وهي إنها تجيب له طفل. وبتصحى بيل من نومها وبتخاف لما بتلاقي الوحش كان قاعد بيراقبها وهي نايمة، وكان جايب لها فستان جديد، فلبسته وخرجت من القصر تستكشف المكان حواليها. ولما بتشوف أنثى الظبي بتنزل تجري وراها، لكن فجأة بتختفي وبتلاقي نفسها دخلت مكان غريب في الغابة موجود فيه تمثال للأميرة اللي حلمت بيها. ففهمت إن كان في بنت غيرها عايشة في القصر ووقعت في حب الوحش وماتت في القصر. ولما بترجع بيل بتقعد مع الوحش وبدأت تسأله عن المصير اللي مستنيها، لأنه بيلعب بيها كأنها فار وإنه وحش زيه مش هيقدر يوفر لها السعادة. فتعصب الوحش وقرر يمشي، ورجعت بيل أوضتها وهي متعصبة وبتشوف قدامها واحد من مخلوقات التدومي، فبتخاف لكنها بتقوم تدور عليه وبتلاقي إنه كان قاعد بيصنع عروسة شبهها، فاحتفظت بيها ونامت. ورجعت تحلم تاني بالأمير وهو في حفلة وبيعرف الناس إن الأميرة حامل وأخيراً هيرزق بوريث لمملكته. وبتحلم بيل إنها مكان الأميرة وبترقص مع الأمير. وتاني يوم بتصحى بيل وبتكمل استكشاف للقصر وهي مصممة تحل لغز الوحش وتعرف قصته. ولما بتحس إن في حد بيراقبها بتستخبى وبتشوف التدومي وهما ماشيين وراها، وبيخافوا أول ما بيشوفوها وبيجروا. فضحكت بيل لأنهم مخلوقات ظريفة. ولما بترجع للوحش بيعتذر لها عن اللي حصل، فطلبت منه إنها تشوف عائلتها مقابل إنها تسمح له يرقص معاها، فوافق وبدأت رقصتهم مع بعض. لكن فجأة بتخاف بيل وبتبعد عنه لما سألها إذا ممكن تقع في حبه، وقالت له إنه بينهم اتفاق لازم ينفذه، وصدمته بإنه مجرد وحش قاسي ميعرفش شيء عن الحب، وإنها تفضل دايماً تشمئز منه، وده بيخليه يمشي وهو متعصب. وراح لتمثال الأميرة، ولما رجع القصر كانت بيل بتراقبه وشافته هو شايل ظبي وبيدخل يقعد قدام صورة الأمير وزوجته، وبدأ يأكل الظبي. فخافت وقررت تهرب، بس بتلاقيه وراها وبينكسر الجليد اللي واقفين عليه، وده كان سبب فقدانها الوعي. ولما فاقت بتلاقي نفسها في السرير والوحش قاعد قدامها وجايب لها وردة، ووافق إنها تروح تزور عيلتها للمرة الأخيرة، وادها سلسلة سحرية عشان لو حصل لها أي مكروه. ولما قامت تجهز حذرها من إنها تروح وما ترجعش وإلا هيكون ميت. ولما بترجع بيل عيلتها بتلاقي البيت في حالة فوضى، وإخواتها مستخبيين في البيت بسبب ديون أخوهم ماكسيم. فبتدخل بيل على اخواتها البنات اللي كانوا خايفين يتم بيعهم كعبيد لتسديد ديون اخوهم. ولما بيشوفوا بيل قدامهم افتكروا انها ماتت وده شبحها، ورجع يطاردهم، وكانوا مصدومين لان حتى وهي ميته اجمل منهم. لكنها ضحكت عليهم وسالتهم عن باباها، قالوا لها انه حزين من ساعه ما مشت ومش بيقوم من على سريره. فراحت تطمن عليه، وكان ماكسيم سرق الحجر الكبير الموجود في الشال بتاعها، واكتشف انه حجر غالي وقرر ياخده ويهرب. وبيل كانت نامت جنب باباها وبتشوف في احلامها الامير وهو بيطارد انثى الظبي، وبعد ما اصطادها بيكتشف انها تبقى حورية الغابة اللي بتقدر تتجسد في هيئة بشرية، وكانت عايزة تعرف الحب البشري، وعلشان كده اتجسدت في شكل بشري والامير حبها واتجوزها. ولانها عرفت معنى الحب معاه طلبت من باباها حاكم الغابة يسيبه يعيش، فنفذ لها طلبها وحوله الوحش يخاف منه كل الناس، وبنت واحدة بس هي اللي هتكون قادرة تنقذه. وبيروح ماكسيم ومعاه الحجر اللي سرقه من فستان بيل، وبيقابل بيرداكس وعرض عليه الحجر وقال له إنه هياخده للقصر اللي جاب منه الحجر ده، وفي المقابل ينسى الديون اللي عليه. وركب ماكسيم الحصان الخاص ببيل، ولأنه عارف إزاي يتواصل معاه أمره يروح على القصر. وكانت بيل لسه بتحلم بقصة الأمير اللي تحول لوحش، لكن بتقوم فجأة وبتفتكر السلسلة السحرية، وقررت تشرب باباها من المادة السحرية اللي جوه السلسلة. وبعد لحظات بيفوق ميرشن وبيدخلوا بناته وهم فرحانين إنه فاق أخيراً، وبيوصل بيردكس وعصابته للغابة، ونزلت أسترد وقالت له إنها حاسة إن الخطر قريب منهم، فبدأ يوزع رجاله في الغابة، ودخل وهو وماكسيم يستكشفوا المكان، وبتسمع أسترد صوت مجهول بيحذرها من الدخول معاهم، ولما بتمشي ورا الصوت بتلاقيه جاي من تمثال الأميرة اللي طلبت منها تاخد الرمح الذهبي اللي اتقتلت بيه وتهرب. وبتكتشف بيل إن أخوها ماكسيم سرق الحجر بتاعها وأخد حصانها وهرب، وبتروح أسترد لبيردكس وبتديله السهم الذهبي، وقالت له إن السهم ده هيكون مصدر ثرائهم ولازم يمشوا من المكان ده، فقال لها إنه مش واثق فيها وإنها ممكن ترجع وتسرق الكنز لوحدها، وأمر رجاله يكسروا بوابة القصر. وبعد ما دخلوا بدأوا في سرقة محتويات القصر، وكانت بيل في طريقها للقصر هي وأخوها الصغير تريستيان، والغابة كانت بترشدها لمكان القصر. وبعد ما بيخلص بيردكس سرقته للقصر خرجوا بيقول لأسترد إنها كانت غلطانة وإنه ما كانش في حد مستنيهم جوه القصر، وبيروح واحد من رجاله يستكشف الغابة فبيلاقي مخلوق عملاق قام وبدأ يهجم عليه هو وباقي العصابة،
لكنهم ضربوه بالنار وافتكروا إنه استسلم لما رجع، لكن بتقوم باقي المخلوقات العملاقة وبتفضل تقتلهم واحد واحد، والأمير كان بيتفرج عليهم وهم بيموتوا، لكن بتوصل بيل وبتنقذ إخواتها من المخلوق العملاق، فبيستغل بيردكس الفرصة وحط سلاحه على رقبة بيل وبدأ يهدد الأمير، بس بتقدر إنها تشتته والأمير بعده عنها، ولما قرب عليه يقتله منعته بيل وتوسلت عشان يسيبه يمشي هو وأخوها، لكن بيخرج بيردكس الرمح الذهبي وبيطعن الأمير بيه وبيهرب، وبيروح إخوات بيل يشيلوا الأمير يدخلوا القصر قبل ما تقع عليه المخلوقات العملاقة اللي ماتت وبدأت أجسامها تتكسر، وبتطلب بيل من إخواتها ينزلوا الأمير في الماء السحري، وفعلا قدروا ينقذوه، ولما بيفوق سأل بيل إذا كان عندها صبر وتقدر تتحمل شكله، لكنه لقاها بتعترف له بحبها ليه، وفي لحظات كان الأمير رجع لشكله البشري الطبيعي واللعنة اتشالت من عليه، وبترجع كائنات التدومي كلاب طبيعية تاني، وبتنهي بيل الحكاية اللي كانت بتحكيها لأولادها، وقالت لهم إن إخواتها رجعوا المدينة وفتحوا مطبعة للكتب، وإخواتها البنات اتجوزوا وباباها فتح محل البيع الزهور، وبتكون بيل لسه محتفظة بالعروسة اللي صنعتها التدومي، وبتنزل تطمن على باباها وهو نايم، وبتخرج تقف مع زوجها الأمير بعد ما ساعدته في التخلص من اللعنة واستعادة حياته. وبكده بنتهي فيلمنا النهاردة، ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.